اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا، هنالك سؤال من الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها، كانت من الأخ مشاكس، يقول: ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟ يعني يخرب بيوتهم. أنا كرهت رقم عشرة بسببه، كرهت، فالله يلعنهم هم وعشرتهم، الله يلعنهم هم وعشرتهم. طيب ايه يا سيدي العشرة المبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. اقول لك النبي صعد المنبر، والله ما حصل، والله الذي لا اله الا ما حصل، كذب وافتراء على رسول الله. اقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. بامرتي بامرتي ابو بكر في الجنة ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة. طب الزريبة هم دخلوها، طب الجنة مالها؟ الجنة مالها ومال الموضوعات؟ أبو بكر في الجنة. لا، شوف النيلة السوداء اللي جاية. عمر في الجنة، يخرب بيته، يخرب بيته في الجنة. ازاي؟ ازاي؟ مش ينفع، مش ينفع خالص، ما ينفعش. طيب عثمان، عثمان في الجنة، يخرب بيتك يا عثمان ومثل اللي جاية. عثمان، عثمان في الجنة. طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كلها، وعلي في الجنة. طيب وسعد ابن ابي وقاص في الجنة، لا اله الا الله، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة والزبير في الجنة. هذه المصيبة السوداء. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي العشرة، الله يلعنهم وعشرتهم. نعم. سؤال من الأخ مولاي علي، يقول فيها: الله يعطيك العافية مولاي الشيخ، سؤالي: ما هي المشكلة الأساسية لمذاهب السنة لمعرفة الحقائق كما عرفتها؟ أرجو الإجابة بصراحة، بارك الله بكم. انتبهوا، حصيلة اجتهاد 50 سنة أحدثكم بها، حيثين اثنين عقب الكبرى عند أهل السنة، سد المانع عن معرفتهم لآل البيت وعن اتباعهم. أولها، أول العقبات، عائشة. دفنت أبوها وعمر غصبا وزورا وبهتانا وسرقة في بيت رسول الله. عاوز أعرف الاثنين دول نايمين في بيت النبي عشان إيه؟ بأي سبيل وبأي دليل؟ ويا ريت اقتصرت على ذلك. ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام، هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بالسهام، وقالت: لا تدخلوا في بيتي من أكرهه. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. تكرهين ابن رسول الله، سبق النبوة وسيد شباب أهل الجنة، قرة عين المصطفى، تكرهينه؟ لا ردك الله. وماذا ينفعه حبك؟ حبك لا ينفع بشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. آدي أول عقبة بقى حملتها عائشة. احنا بالمصري عندنا يقول: لبست الأمة خزوك. هو الخزوك ده، هي بنت كلب، بنت كلب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي بعض كمان تتكلم وكأنك بعت أبوك كمان. الشيخ حسن شحاتة الأستاذ كان بيقول لي وأنت بتتناقش، بيقول: أنت عايز تدخل أبوك السجن بالكلام ده؟ يعني لا حضرتك، يعني هذا الكلام إن أبوك في السجن ومع ذلك أنت متهم بأنك طعنت الأب من الخلف؟ أنا بقول اللي هو بيقوله، هو اللي بيقول كده وتسجيلاته كده وورقه بخط إيده كده.
ما فيش يعني هلا وهو المفروض ما ينكر. انت ولد عاق تقول على ابوك الكلام ده. اسالك دلوقتي هل يجوز له عندما سمع وراى ابوه يسب السيده عائشه وعندما سئل هل ابوك يسب السيده عائشه ايقول نعم ام لا؟ يقول الان من 1400 سنه او من سيدنا من زمن سيدنا علي نفسه الى وقتنا هذا لم يتجرأ احد من الشيعة انه يسب بالفاظ زي اللي الولد بيستخدمها. ابويا رباني على الاسس اللي هو اتربى عليها. انا لم اتوصل الى سب الصحابه، فهو بالتاكيد ان هو تعرض لفتنه انا لم اتعرض ليها. يعني كابن يعني تدعم اتهامات النيابه؟ لا انا ما دعمش، ماليش دعوه بالاتهامات النيابه، انا ليا دعوه ب... انت من علامات القيامه فعلا. انا والله لو ابويا يهودي لا ادافع عنه، ما اقولش ان هو حتى ظالم، حتى لو هو ظالم انزل اخاك ظالما او مظلوما. فما ابوك تقول انك لا تعين على الظلم، تقول على ابوك الكلام ده. بص حضرتك اذا كنت انت ما عندكش، ده لو يهودي دافع عنه، انت ما اذا ما كنتش عندك حب الله وحب الحق دي حاجه مشكلتك انت. مشكلتك ان اذا ابوك يهودي وابوك في جانب اخر، اذا انت هتدافع عن اليهوديه على يبقى الصبح ان شاء الله تبقى يهودي. اذا انا دافعت ادافع عنه بأني وجه؟ يعني قول لي اديني وجه الابن. ما تبيعوش على الاقل. لا ما بيعوش ازاي؟ يعني انا بعته فين؟